بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم إن شاء الله. في الفيديو ده هكلمكم عن Dynamic Pumps. Dynamic Pumps أو المضخات الديناميكية إحنا بنقسمها إلى نوعين رئيسيين. رقم واحد Centrifugal Pump. Centrifugal Pump اللي هي المضخات الطاردة المركزية. بعد كده رقم اتنين Special Effect. Special Effect Pump أو اللي بنسميها مضخات ذات التأثير الخاص. طبعا السبيشال افكت دي عندي في منها نوع اللي هو الجيت جاز ليفت اللي هي المضخات الخاصه بسحب الغاز، تمام. السنتريفيجال بامب اقدر اقسمها لنوعين اللي هي المضخات اللي بتعمل تدفق محوري الاكسيال فلو، في عندي المضخات اللي بتعمل تدفق قطري اللي هي الراديال فلو. يبقى انا عندي لو سألتك ايه انواع الديناميك بامبس مش مهندس هتقول لي رقم واحد السنتريفيجال بامب المضخات الطاردة المركزية. والمضخات الطاردة المركزية احنا بنستخدمها في انظمة الطاقة الشمسية كتير جدا. في النوع الثاني سبيشال افكت اللي هي مضخات ذات تأثير خاص، منها مثال الجيت جاز ليفت. طبعا السنتريفيجال بامب احنا بنستخدم منها نوعين، سواء كان التدفق محوري تمام اكسيال فلو او التدفق تمام قطري اللي هو الراديال فلو. وكده يبقى انا شفت النوع الثاني اللي هو الديناميك، واحنا شفنا في فيديو سابق النوع الاولاني من المضخات اللي هو البوزيتيف ديسبليسمنت بامب لو انت فاكر، اللي احنا قسمناهم للروتري بامبس. وزي ما قلنا بتنقسم الى خمس حاجات يا شباب، البيستون والسلايد فان واللوبي والسكرو والجير، تمام. بعد كده عندي الريسبريكيتنج بامب منها الديافرام والبلينجر، تمام، والبيستون. وزي ما قلنا البيستون والبلينجر يقدر يقسمها الى السنجل اكتنج والدبل اكتنج. وبالتالي يبقى احنا شفنا جميع انواع المضخات. انا اقدر اقسم البامبس الى ديناميك بامبس وبوزيتيف ديسبليسمنت بامبس. لو انا سالتك ايه انواع المضخات هتقول لي دايناميك بامب وبوزيتيف ديسبليسمنت بامب. الدايناميك بامب في عندي سنتريفيجال بامب اللي هي المضخات الطارده المركزيه، وفي عندي السبيشال افكت. السبيشال افكت زي الجيت جاز ليفت، تمام. طبعا السنتريفيجال بامب انا اقدر اقسمها حسب التدفق او الفلو الى نوعين، راديال محوري، تمام، راديال قطري واكسيال محوري. راديال قطري، تمام، يعني الفلو بيمر راديال قطري، تمام. اما النوع الثاني اللي هو الاكسيال بيمر محوري، فبالتالي المضخه بتضخ الفلود اللي موجود عندها او الليكويد اللي موجود بتضخه على هيئه اكسيال فلو. ده في الدايناميك. زي ما قلنا في البوزيتيف ديسبليسمنت في عندي الروتري، والروتري يا باشمهندس بتنقسم الى خمس اجزاء، البيستون والسلايد فان واللوبي والسكرو والجير. في عندي الريسبريكيتنج بامب بتنقسم الى الديافرام والبلينجر والبيستون. طبعا البيستون والبلينجر اقدر اصنفهم او اقسمهم لسنجل اكتنج ودبل اكتنج. وبالتالي انا شرحت في الفيديو ده الانواع المختلفه للمضخات. لو حضرتك حابب تسال في اي جزئيه خاصه بالمضخات او بتصميم المضخات، ان شاء الله هننزل فيديوز كتيره عن المضخات بصفة عامة والمضخات المستخدمة في أنظمة الطاقة الشمسية بصفة خاصة. وإن شاء الله هسيب رقم الواتس بتاعي موجود مع الفيديو، لو أي حد محتاج أي معلومة تواصل معايا مباشرة. وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.